يقول: نقول في أرض الحرمين نشعر بالخشوع ورقة في القلب، ثم نعود إلى ديارنا فتأخذنا الدنيا، ولا نحافظ على الصلوات في المساجد ونشعر بقسوة في القلب، فما هو العلاج؟ لا، الصلوات في المساجد واجبة، صلاة الجماعة في المساجد واجبة، لا يجوز التفريط فيها في أي مكان. ما دام تجد جماعة في مسجد قريب، مسجد قريب وليس عندك مانع يمنعك من الحضور، يجب عليك الصلاة مع الجماعة في أي مكان،